سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غندير الكوكلي بواحد الصوص اللي هي سهله وزوينه. نبدأ ان شاء الله. انا غادي نجيب هذا، فيها دامون مسوس. المهم ما درتوش كامل حيت انا عندي غير ثلاث الكوكليات، كل واحد يدير على حسب الافراد ديال العائله ديالو. عندي هنا مطيشه صغيره محكوكه في حكاكه رقيقه، هنا عندي الملحه بزار والزعتر. صافي هادشي اللي كنديرو فيها. نديرو الكوكلي هكا مزيان نعمروه من كاع هكا. المهم غادي نخليه مرقد، كل ما خليتوه مرقد كل ما كيجي المذاق ديالو، كيجي المذاق ديالو زوين وكيشرب هذا لاصوص. انا غنخليه على الاقل واحد ساعتين، وكل واحد يخليه شحال ما غادي يقدر يخليه. المهم هبقى بهاكا مضادياتو، غادي يطلق صافي ونغطيه ونخليه. انا على الاقل غنخليه واحد جوج ديال السوايع عاد ندخلو الفران. ها هو الكوكلي ديالنا، من بعد جوج سوايع كيكون شرب لاصوص. دابا جبت المول باش غادي ندخلو الفران. غادي ندخلو عليه لاصوص ديالو. ندير فوق الطريفات ديال الزبده بحال هكا. باش ملي كيطيب كتذوب هاد الزبده وكيتحمر في الماء. غادي ندير تقريبا نص كاس ديال الماء صافي، وغادي نغطيه. نغطي غادي ندير ها الورق ديال الطبخ، وغادي ندير من وراه نحطي الالمنيوم، وغادي نغطيه مزيان وندخل الفران ونشعل عليه فوق لتحت حتى يطيب على خاطرو. وغادي نوجد معكم السلطه اللي غنرافقوها به. السلطه انا غادي ندير فيها خيار، غندير طوماط سوريز صفراء وحمراء اللي ما متوفراش عندي، ندير غير مطيشه. غندير اللوبيا، وغادي ندير فلفلات في اللوان والبصله، كتجي زوينه صحيه. اللوبيا انا سلقتها غير بشويه الماء والملحه. يعني ما كناكلوش دابا القطنيات بزاف من غير اللي في الحريره. لاصوص درتو انا عادي، غير الملح البزار والزيت العود والحامض، وضربتهم مزيان. هذه الصلاه ديالنا. ها هو الكوكلي ديالنا وجد، كيجي بحال هكا محمر، كيجي المذاق ديالو زوين بزاف. ملي حيدتو من المول كيبقى داك لاصوص ديالو. درتو في كاسرونه غليتو شويه، زدت عليه لاكريم، شويه القزبر المعدنوس كيبقى مرافق ليه. ها هي الصلاه ديالنا، كيف شفتو حتى هي كتجي زوينه. واو
والصوص ديالها. كنتمنى تجربوا هالوصفات ويعجبوكم. ما تنساوش تابوناو في القناة. جيم، السلام عليكم. الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.